السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم طلاب الصف الثاني عشر، المسار العلمي ومسار الإنسانيات. سنتناول اليوم في الوحدة الأولى وحدة البيانات الضخمة وذكاء الأعمال مراجعة المفاهيم النظرية للوحدة الأولى. أهداف الدرس: يتوقع في نهاية هذا الدرس أن يكون الطالب قادراً على أن حل تدريبات الكتاب المدرسي. عزيزي الطالب، سوف نقوم بحل تدريبات الوحدة الأولى والتي تبدأ من صفحة رقم 8 إلى صفحة رقم 79. بداية عزيزي الطالب، لنلقي نظرة سريعة على الدروس التي تعرفنا عليها في الوحدة الأولى. أولاً، بدأنا في الدرس الأول درس ذكاء الأعمال صفحة رقم 8، والذي تعرفنا من خلاله على مفهوم ذكاء الأعمال ومفهوم تحليل الأعمال. ثم انتقلنا إلى الدرس الثاني صفحة رقم 26 البيانات الضخمة، والذي تعرفنا أيضا من خلاله على مصطلح البيانات الضخمة وخصائصها، وأيضا تطرقنا إلى التقنيات التي تمكننا من إدارة البيانات الضخمة. ثم في صفحة رقم 46 تناولنا الدرس الثالث، والذي يناقش البيانات الضخمة والحوسبة السحابية، ومن خلاله تعرفنا على مفهوم التخزين السحابي وكبار مزودي حلول البيانات الضخمة. وأخيرا في الدرس الرابع صفحة رقم 63 الوظيفة الإضافية، حيث تعرفنا على إحدى أدوات الإكسل وهي الإكسل سولفر، وقارناها في أداة جولدسيك. الهدف الأول: حل تدريبات الكتاب المدرسي. قم عزيزي الطالب بفتح الكتاب المدرسي صفحة رقم 24 إلى صفحة رقم 25. أولاً، التدريب الأول: تدريب الكتاب المدرسي صفحة رقم 24، تدريب رقم 1. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. 1. ذكاء الأعمال BI مصطلح يطلق على عمليات وطرق جمع البيانات وتخزينها وتحليلها في عالم الأعمال والأنشطة التجارية بغرض تحويلها إلى تصورات تساعدنا في اتخاذ القرارات. الإجابة صحيحة. 2. إصدار التقارير هو أحد أنشطة ذكاء الأعمال، ويعني بإعداد طلبات مخصصة للمعلومات من قواعد البيانات. الإجابة خاطئة. وقد نلاحظ هنا عزيز الطالب بأن هذا الشرح المعني به هو جمع البيانات وليس إصدار التقارير. 3. تحليلات الأعمال BA هي معالجة وفحص بيانات الأعمال باستخدام النماذج والمنهجيات الإحصائية التي تحول البيانات إلى رؤى تجارية. الإجابة صحيحة. 4. لا يوجد فرق بين ذكاء الأعمال وتحليل الأعمال. الإجابة خاطئة. وقد لاحظنا عزيز الطالب هنا الفرق بين ذكاء الأعمال وتحليلات الأعمال من خلال التعريفات التي تعرفنا عليها في الكتاب المدرسي. خمسة، يشير تحليل What If
إلى تغيير القيم في خلايا إكسل لمعرفة كيف ستؤثر هذه التغييرات على نتيجة صيغ جدول البيانات. الإجابة صحيحة. 6. طريقة تسعير التكلفة هي الطريقة الوحيدة المستخدمة لحساب سعر منتجات متجر الإلكتروني. الإجابة خاطئة، حيث أنه يوجد عدة طرق وهي ليست الطريقة الوحيدة. 7. لحساب السعر النهائي لمنتج ما، نأخذ في الاعتبار التكلفة الإجمالية للإنتاج والنقل. الإجابة خاطئة، حيث أن يجب هنا أن نأخذ بعين الاعتبار لجميع التكاليف التي يتم على أساسها تسعير المنتج. تدريبات الكتاب المدرسي صفحة رقم 25 تدريب رقم 3. وضح ما هو الفرق بين ذكاء الأعمال وتحليلات الأعمال. يغطي ذكاء الأعمال عمليات وطرق جمع البيانات من العمليات أو الأنشطة التجارية وتخزينها وتحليلها من أجل تحويل هذه البيانات إلى رؤى قابلة للتنفيذ من شأنها إعلام القرارات التجارية للمؤسسة. من ناحية أخرى، تشير تحليلات الأعمال إلى عملية مقارنة بيانات الأعمال وتنظيمها ومعالجتها وفحصها باستخدام نماذج إحصائية ومنهجيات تكرارية تحول البيانات إلى رؤى تجارية. والفرق الرئيس بينهما هو أن ذكاء الأعمال يجيب على السؤالين ماذا وكيف، ويعمل على تقييم البيانات السابقة والحالية، بينما تجيب تحليلات الأعمال على السؤال لماذا وتقديم تنبؤات علمية بشكل أكبر حول ما سيحدث. وباختصار، يركز ذكاء الأعمال على التحليلات الوصفية، بينما تركز تحليلات الأعمال على التحليلات التنبؤية. تدريب رقم 4. اكتب بعض الأمثلة على تحليلات الأعمال. 1. نمو المبيعات. 2. زيادة الإنتاج. 3. تحسين الكفاءة المالية. والآن عزيزي الطالب، لننتقل للدرس الثاني، البيانات الضخمة، صفحة رقم 43. تدريبات الكتاب المدرسي، صفحة 43، تدريب رقم 1. أكمل الفراغ في الجملة الآتية. 1. يجب أن تستوفي البيانات شروط وخصائص معينة لنستطيع أن نطلق عليها كلمة البيانات الضخمة، مثل الحجم والتنوع وسرعة جمع البيانات. 2. يشير مصطلح فراغ إلى توافر أنواع مختلفة من البيانات الضخمة، قد تأتي في صورة غير منظمة أو دون هيكلية واضحة. يشير مصطلح التنوع. 3. يمكن استخدام البيانات الضخمة لمساعدة العديد من الأنشطة التجارية، مثل
وفيه يتم استخدام نماذج تنبؤية لتحديد العلاقات بين المعلومات التي توفرها البيانات الضخمة والنجاح التجاري للمنتجات الحالية. تطوير المنتجات. أربعة، يمكن أن تتوفر البنية التحتية لذكاء الأعمال في ثلاثة أشكال، وهي بحيرة البيانات ومستودعات البيانات والحوسبة في الذاكرة. خمسة، يتيح فراغ لمستخدميه الحصول على إجابة لاستعلاماتهم الخاصة بشكل سريع إلى حد ما، حتى في حال تخزين البيانات في قواعد بيانات كبيرة جدا كبيانات المبيعات لعدة سنوات. OLAP أو المعالجة التحليلية عبر الإنترنت. والآن عزيزي الطالب، لننتقل للدرس الثالث، البيانات الضخمة والحوسبة السحابية، صفحة رقم 59 إلى صفحة رقم 60. لنبدأ مع تدريبات الكتاب المدرسي، صفحة رقم 59، تدريب رقم 1. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. واحد، من خلال موفري الحوسبة السحابية يمكن معالجة البيانات الضخمة وتحليلها بشكل أسرع، مما يؤدي إلى رؤى يمكنها تحسين الأعمال. الإجابة صحيحة. 2. يعد التخزين مشكلة عادية تتعلق بالبيانات الضخمة، نظراً لحقيقة أن حجمها الكبير لا يتطلب بالضرورة ترقيات كافية للبنية التحتية من أجل معالجة هذه البيانات وتحليلها. الإجابة خاطئة، حيث أن هنا الحجم يعد من قيود البيانات الضخمة. 3. تعمل السحابة على تبسيط الاتصال والتعاون داخل المؤسسة، مما يمنح المزيد من الموظفين إمكانية الوصول إلى التحليلات ذات الصلة ويبسط من مشاركة البيانات. الإجابة صحيحة. 4. أحد أهم مميزات استخدام السحابة هو سهولة توسيع البنية التحتية لمراكز البيانات المحلية داخل المؤسسة، وإضافة المزيد من المساحات التخزينية لمواكبة التدفق المستمر للبيانات الضخمة. الإجابة صحيحة. 5. خدمات AWS توفر منصات خاصة بالحوسبة السحابية، وهي تابعة لشركة جوجل. الإجابة خاطئة، فهي لا تتبع لشركة جوجل، هي تتبع لشركة أمازون ويب سيرفيس. 6. عند الانتقال المؤسسة إلى استخدام الحوسبة السحابية في تخزين ومعالجة البيانات الضخمة، تتيح لموظفيها تركيز جهودهم في الإبداع وتطوير الأعمال التجارية للمؤسسة. الإجابة صحيحة. 7. ينبغي للشركات والمؤسسات التجارية الاعتماد كلياً على مراكز البيانات المحلية
لتخزين ومعالجة البيانات الضخمة، وذلك تجنباً للتكاليف العالية عند الانتقال إلى السحابة. الإجابة خاطئة. 8. يشير مصطلح قابلية التوسع إلى إمكانية ترقية وزيادة الموارد الحاسوبية المستخدمة في تخزين ومعالجة البيانات الضخمة عند استخدام الحوسبة السحابية. الإجابة صحيحة. 9. تدريبات الكتاب المدرسي، صفحة رقم 60، تدريب رقم 2. اذكر 3 أمثلة لخدمات الحوسبة السحابية الأكثر شيوعاً وحضوراً في السوق العالمي والمستخدمة في تخزين ومعالجة البيانات الضخمة. 1. خدمات أمازون للويب. 2. بحيرة البيانات مايكروسوفت أزور. 3. تخزين جوجل السحابي. 4. تخزين IBM السحابي. 5. تخزين علي بابا السحابي. تدريب رقم 3. اشرح باختصار 4 من مميزات استخدام مراكز البيانات السحابية. 1. قابلية التوسع السريع، مما يعني أن التخزين السحابي يوفر بنية تحتية متاحة بسهولة، ويوفر كذلك القدرة على توسيع نطاق هذه البنية التحتية بشكل أسرع من أجل التمكين من إدارة كمية كبيرة من البيانات عند النقل والاستخدام بسهولة أكبر. 2. تكلفة أقل لعمليات التحليل، مما يعني أن تخزين البيانات الضخمة سحابياً يقلل من التكاليف المتعلقة بعمليات التحليل وصيانة النظام وترقياته، ويمكن أيضاً تقليل استهلاك الطاقة وإدارة المرافق. 3. التشجيع على ثقافة سريعة ومبتكرة، مما يعني أن تركيز موارد على تطوير الأعمال سيزيد من الإبداع ويحسن الرؤى المكتسبة. 4. تحسين استمرارية الأعمال والقدرة على مواجهة الكوارث، مما يعني أن تخزين البيانات في البنية التحتية سحابياً يساعد المؤسسة على التعافي من الكوارث بشكل أسرع، وبالتالي ضمان الوصول المستمر إلى المعلومات والرؤى الحيوية للبيانات الضخمة. الدرس 4. البيانات الضخمة والحوسبة السحابية. تدريبات الكتاب المدرسي، صفحة رقم 78، تدريب رقم 1. اشرح مزايا برنامج إكسل سولفر مقارنة بجولد سيك. يستطيع سولفر حل الصياغ أو المعادلات التي تستخدم متغيرات متعددة، بينما يمكن استخدام جولد سيك في ظل وجود متغير واحد فقط. يسمح لنا سولفر بتغيير القيم فيما يصل إلى 200 خلية، بينما يسمح جولد سيك بتغيير خلية واحدة. باستخدام سولفر من الممكن حفظ نموذج واحد أو أكثر، بينما يحفظ جولد سيك نتيجة واحدة فقط. يمكن استخدام القيمة فقط في سولفر للعثور على قيمة المتغيرات التي تعطي الصيغة قيمة قصوى أو قيمة صغيرة أو قيمة محددة، بينما يحتوي جولد سيك
على قيمة إخراج واحدة فقط كخيار. يسمح سولبر بإضافة قيود يجب أن تكون حقيقية حتى يكون الحل صحيحاً، بينما لا يستخدم جولسيك قيوداً. وبهذا عزيزي الطالب نكون قد استكملنا تدريبات الوحدة الأولى البيانات الضخمة وذكاء الأعمال، والتي تتناول على الموضوعات الأربعة: الدرس الأول ذكاء الأعمال، الدرس الثاني البيانات الضخمة، الدرس الثالث البيانات الضخمة والحوسبة السحابية، والدرس الرابع الوظيفة الإضافية. نتمنى لكم التوفيق.